السلام عليكم. ها؟ أنت هنا؟ هيا استيقظ يا شحنة، ألم ينتهي شحنك بعد؟ آه، بقي 5 دقائق. حسناً، سأصلي الضحى ريثما يقلع شحنة. الله أكبر، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. شحنة الآلي جاهزا للإقلاع، بسم الله الرحمن الرحيم. هيا يا شحنة. نعم نعم، شحنة جاهزا للإقلاع. شحنة، ما بك؟ غريب، البطارية ممتلئة ولا تحتاج لشحن جديد، إذن ما المشكلة؟ هل أكثرت من استعمال الزيت من أجل الحركة؟ لا، الكمية المحددة فقط. ما سبب كل هذا الخمول إذن؟ شحنة لا يعرف الجواب، يحتاج شحنة للمساعدة. سأرد أنا. السلام عليكم، ورشة نبيه لخدمات الصيانة، تفضل. وعليكم السلام، أريد التحدث إلى المهندس نبيه من فضلك. أنا نبيه، ما الأمر؟ تفضل، أنا هو، ما هي مشكلتك؟ أشعر بنعاس شديد. حسناً، أنصحك أن تنام، إنه الحل المثالي لهذا العطل. لا أستطيع النوم، الجو حار جداً. يمكنك أن تشغل المكيف، هل تملك واحداً؟ نعم، سأشغله. تصبح على خير. ها، لقد عرفت. هل تم تحديد المشكلة؟ نعم، وهي مشكلة بسيطة، إنه الحر الشديد. يهو، معلومات جديدة، خطأ في الحفظ، لم يتم تخزين المعلومة. ما رأيك أن أعلمك مبدأ عمل المكيف كي نصنع واحداً لتشعر بالتحسن؟ يتألف المكيف من قطعتين، قطعة خارجية وقطعة داخلية، ويكون الضاغط الذي يحتوي على غاز الفريون موجوداً في القطعة الخارجية. الفريون؟ نعم، أعرف مطعماً يبيع عصافير الفريون. شحنة، استخدم طاقتك القصوى أرجوك، يقوم الضاغط بضغط غاز الفريون ضغطاً مرتفعاً جداً. الطاقة القصوى، الفريون، نعم. وبحسب القاعدة المعروفة، ضغط مرتفع جداً يعني حرارة مرتفعة جداً. الفريون، نعم. حسناً، ينتقل غاز الفريون إلى المكثف الذي يقوم بدوره بطرد كمية من حرارة الفريون إلى الوسط الخارجي. الوسط الخارجي، نعم. يتحول الفريون بهذه العملية من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة، وتنخفض درجة حرارته. انتبه وركز جيداً، لازلنا نتحدث فقط عن القطعة الخارجية للمكيف. القطعة الخارجية. بعد ذلك ينتقل الفريون السائل إلى صمام التمدد، أو ما يسمى بالماسورة الشعرية. بالماسورة الشعرية، بالماسورة الشعرية، الرجاء الانتظار، الرجاء التمهل، شحنة يكاد ينهار. حسناً حسناً، لم يبق إلا القليل. وظيفة الماسورة الشعرية هي تضييق مسار الفريون ثم توسيعه ثانية، وهذا يؤدي إلى انخفاض كبير في الضغط، وبالتالي
انخفاض كبير في درجة الحرارة. أما القطعة الداخلية والموجودة في الغرف فتدعى المبخرة يا شحنة. يا شحنة، نعم. في داخل المبخر مروحة تقوم بأخذ هواء الغرفة وتبريده بواسطة الحرارة المنخفضة جداً والمنبعثة من غاز الفريون، مما يؤدي إلى تبريد هواء الغرفة كلها. هل فهمت يا شحنة؟ هل ستساعدني في صناعة مكيف؟ بالتأكيد، شحنة هنا ليساعد، ولكن شحنة يحتاج إلى مكيف كي يساعد. يبدو أنني سأعمل وحدي. أقصد لم أقصد.